مساء الخير على كل مشاهدي اون في كل مكان. مساء الخير من دار الاوبرا المصريه، عنوان الفن والثقافه. مساء الخير يا نسمه. مساء الخير يا اميره، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. دار الاوبرا المصريه طول عمرها مرتبطه في وجدان كل مصري بالرقي والجمال، علشان كده النهارده معادنا مع عنوان من عناوين الجمال في حياتنا، وهو افتتاح الملتقى الدولي السادس لفنون ذوي القدرات الخاصه اولادنا. أولادنا اللي هم أجمل حاجة في حياتنا، واللي بيزيدهم جمال إن هم يكونوا من ذوي القدرات الخاصة، بنكتشف مواهبهم ونراعيها وننميها ونطورها. ومن هنا يا أميرة بتيجي أهمية الملتقى باعتباره مهرجان بيضم مواهب ولادنا في كل الفنون، سينما، مسرح، عزف وغنى. مش بس كده، كمان معانا فنون ومواهب من الفنون التشكيلية والحرف اليدوية. الحقيقة النهاردة احتفال كبير، واحتفاء بنماذج مبهرة وقدرات استثنائية وعزيمة أطفال لقوا اللي بيرشد وبيوجه وبيراعيهم، فخرجت كل طاقتهم وإبداعاتهم للنور. هنا من قلب القاهرة بنحتفل بأولادنا من كل مكان. بيشاركنا الاحتفال في الدورة دي 34 دولة ولجان تحكيم من فنانين وخبراء، وكمان هيكون في تكريمات لعدد من الرموز ذوي القدرات الخاصة. ومعانا تكريم النهاردة يعني خاص جدا لاسم الراحل الكبير سيد مكاوي من مصر. مش بس من مصر يا نسمة، عايزين نقول ان احنا معانا النهارده مواهب من كل الدول العربية بتبهر الوطن العربي كله، زي الكاتب الصحفي عمار بوقص من السعودية، وهو كمان بالمناسبة من ذوي القدرات الخاصة، ومعانا كمان الناشطة الدولية الإماراتية شيخة القاسمي. طبعا التكريمات دي ليها معنى ومغزى كبير، وهو ان ولادنا يعرفوا ان الإبداع فعلا ليه تقدير كبير، وان هو اللي بيرفع اسم الإنسان وبيخلي دايما ليه بصمة. أميرة عايزة أقف شوية عند شعار الدورة دي، كلنا إنسان. الشعار أكبر من مجرد كلمة، الإنسان بعمله ومجهوده وموهبته وعطاءه لبلده، وإزاي يقدر يرفع اسمها. في الدورة السادسة للملتقى فعاليات ومفاجآت كتير هنشوفها على شاشة قطن في خلال تغطيتنا. ورا كل المجهود اللي احنا شايفينه ده يا أميرة، مؤسسة أولادنا المؤمنة بأهمية الإنسان، ودايما بتحاول إنها تبرز مواهب ولادنا من ذوي القدرات الخاصة، مش بس في مصر لكن من كل الدول المؤمنة بنفس أهدافها واللي عندها نفس الحلم. خليني أقول لك يا نسمة إن احنا قدام عمل متواصل من كل أجهزة الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة لإعادة ولادنا من ذوي القدرات الخاصة لمكانهم الطبيعي، وده الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عليه أكتر من مرة في أكتر من مناسبة، وهو إن مصر مع كل ولادها على اختلاف ظروفهم، وإنها بالعكس بتساعد وتساند اللي قدرهم إن هم يكونوا مختلفين. دلوقتي هنعرف أكتر عن تقدير الدولة المصرية لذوي القدرات الخاصة خلال السنوات الماضية في فكر الجمهورية الجديدة.